والآن أبرز ما جاء في بعض الصحف، نبدأ من صحيفة الأخبار حيث عنوان الأولى نصيف لليوم: السفيرة الأمريكية انتخاب الرئيس في وقت ليس بعيدا، الجرة مكسورة بين لودريان وهوكستين. ما ينقل عن لودريان وتؤكده مصادر دبلوماسية فرنسية في معرض دفاعه عن مهمته أن الدخول المفاجئ لهوكستين على ملف انتخاب الرئيس أربك الفرنسيين أنفسهم، لم يعودوا يعرفون محاورهم الأمريكي فيه. هوكستين أم السفيرة في بيروت ليزا جونسون عضو اللجنة الخماسية أم مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف؟ ما تريده المصادر الدبلوماسية الفرنسية يتقاطع مع ما سمعه نواب مسيحيون اجتمعوا أخيرا بالسفيرة الأمريكية أظهرت أمامهم جدية عمل الدول الخمس قاصرة المهمة عليها. جزمت جونسون أمامهم بانتخاب الرئيس في وقت ليس بعيدا هذه السنة. ما ينقل عن لودريان أن هوكستين يتجاوز عمل جونسون في الملف اللبناني بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي. فيما يفصح عنه لودريان أمام شخصيات لبنانية اجتمع بها في باريس تذمره من تطفل هوكستين في ملف لم يعهد إليه به وهو انتخاب الرئيس اللبناني. إلى اللواء حيث عنوان أنطوان أسمر: السفراء الخمسة لمسوا إشارة تنطوي على استعداد شيعي للنظر في الخيار الثالث. تفيد المعطيات الدبلوماسية الواردة من الخارج أن تل أبيب وفق قراءة تحليلية للعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في سوريا على وجه الخصوص واستهدافها مخازن السلاح وطرق المواصلات تستعد لحرب عند حدودها مع لبنان، إذ هي تركز على قطع عناصر القيادة وسلسلة التوريد وحتى الإضرار بقدرات الإنتاج الذاتي في سوريا ومنها إلى لبنان. وتدقق عواصم معنية فيما يقال عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ إزالة حقول ألغام شمال مرتفعات الجولان في محاولة محتملة لتجنب هجوم مباشر ضد حزب الله في الجنوب واستبداله بآخر يتجاوزه إلى مناطق وسطى من لبنان. من جهة أخرى ثمة إشارات تصدر من محيط رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعضها وصلت مباشرة إلى سفراء المجموعة الخماسية تنطوي على استعداد للنظر في الخيار الثالث وهو ما يتعارض فعليا مع توجه الحزب. إن بعضا من السفراء الخمسة على قناعة بأن ثمة قبولا شيعيا بدائيا بتحولات سياسية رئاسية بالطبع مشروطة بالأوزان والمكتسبات وعلى ارتباط بطريقة أو بأخرى بالثمن المتخيل لإخماد الجبهة الجنوبية وإعادة الأعمار. ننتقل إلى الجمهورية. على صعيد الاستحقاق الرئاسي كشف وزير الإعلام زياد مكاري للجمهورية أن لجنة الخماسية العربية الدولية ستباشر قريبا تحركا جديدا ولكن على مستوى عال وربما يكون على مستوى وزراء خارجية دولها من أجل دفع الأمور نحو توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهي ستزور بعض القيادات السياسية التي لم تزورها قبل عطلة الأعياد مثل رئيس تيار المرد سليمان فرنجية الذي سيعود من باريس الثلاثاء المقبل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة أناب محمد رعد ورئيس التيار الوطني الحر أناب جبران باسيل إضافة إلى عدد آخر من النواب أو الكتل. والآن نختم مع أساس ميديا. ملاك عقيل كتبت لليوم: جبران باسيل ميقاتي يحاصرني. جرى الادعاء من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي المقرب من الرئيس بري على المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبة المقرب من النائب جبران باسيل، لكن فعلا غضب الأخير أكبر بكثير على الرئيس نجيب ميقاتي. تؤكد مصادر موثوقة لأساس أن قرار مفوض الحكومة القاضي عقيقي غير مرتبط بأي اعتبارات سياسية إطلاقا. ببساطة لا يمكن لأي قاض مكان عقيقي سوى الادعاء على لواء صليبة استنادا إلى معطيات الملف حول فرار الموقوف داني الرشيد من سجن مقر حماية الشخصيات التابع لأمن الدولة. تفيد معلومات أساس من مصادر قضائية أن قرار عقيقي ارتكز على تيقنه من حصول تسهيلات كبيرة خلال إقامة الرشيد في مكتب مرتب في حماية الشخصيات مزود بكل أساليب الراحة بما في ذلك استقبال زواره بشكل دائم وكأنه في منزله. لكن فعليا تبدو مشكلة جبران باسيل ليس بتوقيف داني الرشيد ثم فراره ثم الادعاء على صليبة، بل فيما يعتبره قرارا متخذا لدى الرئيس نجيب ميقاتي بمحاصرته وإضعافه لغايات سياسية.
في هذا السياق تقول مصادر في التيار الوطني الحر لأساس: لدينا معطيات كافية تؤكد أن كتاب ميقات الموجه إلى وزير الداخلية ومديرية أمن الدولة حول سحب عناصر الأجهزة الأمنية يستهدف بشكل مباشر الرئيس ميشيل عون والنائب جبران باسيل، والدليل أن هناك توجها لغض النظر عن سحب عناصر لدى بعض القيادات والضغط لفعل العكس عند جهات سياسية أو غير سياسية في معرض الإضعاف والاستهداف. ونحن نسأل ميقاتي، هل يمكنكم أن تدقوا بوليد جملاط وسمير جعجع وأمين الجميل وسعد الحريري وقضاة كبار؟ والآن في موضوع آخر، غدا تحل الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق بالأحرف الأولى مع بعثة الصندوق صندوق النقد الدولي. في الوقت نفسه أخبار كثيرة تتحدث عن تخلي أو توقف المفاوضات مع صندوق النقد. ما حقيقة هذا الأمر؟ ينضم إلينا أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة. صباح الخير بروفيسور. صباح الخير لحضرتك وللمشاهدين الكرام، وبشكرك على دعوتك. أهلا وسهلا فيك دائما معنا بروفيسور. هل فعليا هناك خطر على الاتفاق مع صندوق النقد؟ يعني السؤال مثل ما بيقولوا بمطرحه، لأنه نحن بنعرف أنه صندوق النقد بمهامه الأساسية هي مساعدة الدول، لازم يساعد الدول. بس نقول يساعد الدول، بالتحديد بده يساعد المالية العامة وبده يساعد المصرف المركزي، حتى إذا تعثرت هذه الدولة ما يكون في عندي نوع من أنواع، خليني أقول، عدم الانتظام بالنظام المالي العالمي. لذلك لا، على طول رح يضل صندوق النقد الدولي جاهز حتى يساعدها، لأنه هذا بصلب مهامه. هلأ في نوعين من المساعدة، المساعدة التقنية اللي هي على طول موجودة بأي لحظة وبأي ثانية وهي مجانية، والمساعدة الثانية هي مساعدة مالية، ولكن هذه المساعدة هي مشروطة. الاتفاق اللي توقع على مستوى الموظفين هو اتفاق بيتضمن شروط معينة يجب على لبنان احترامها، وهذا الأمر ما حصل. ولكن لحتى جاوب على سؤالك بالمباشر، هذا الاتفاق لا يموت من جهة صندوق النقد الدولي، بل يموت من الجهة اللبنانية، يعني هي اللي مش عم بتفعله لأنه مش عم بتقوم بإصلاحات. طب ما هي هذه الإصلاحات التي لم تنفذ بعد؟ يعني هلأ هي واضحة العملية، هني حددولن إياها بعدد معين من النقاط اللي هني بعتقد خمسة. كان قصة الموازنات، إقرار الموازنات، وهذه قالوا أنه انعملت. كان في عندي إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ما مش الحال. كان في عندي موضوع رفع السرية المصرفية، رفعوا السرية المصرفية ولكن ظل في خبايا هيك زعجت صندوق النقد الدولي، ولكن لا يتوقف عند ثلاثة. كان في عندهم قصة المكافحة الفساد، وأكيد كان في عندهم القطاع العام بالتحديد بيستخدموا يعني التعبير الشركات المملوكة من الدولة، هذه أكيد بدها إعادة هيكلة. وأغلب الظن يعني ما قيلت بهالطريقة هاي، ولكن هذا اللي بنستشفه نحو الخصخصة. ولكن أنا أعتقد أنه بمفاوضات مع صندوق النقد ممكن أنه نروح نحو الشراكة، لأنه بالخصخصة وبوجود الفساد أكيد هاو ممكن أنه يروحوا ببليش. نعم، بعد انقطاع يعني واضح لنشاط صندوق النقد، امبارح كان في جولة للرئيس التنفيذي لصندوق النقد على الرؤساء نبيه بري، أيضا للرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل. هل في معنى لهذا التوقيت تحديدا؟ أنا أعتقد يعني أنه صندوق النقد هلأ يمكن أثيرت بالإعلام هذه الزيارة وأخذت أهمية، وخصوصا أنه نحن خليني أقول أمباس، نحن هلأ يعني ما في عنا طريق مفتوحة قدامنا. لا، هني عادة باتصال دائم، لأنه في عندهم مكتب ببيروت، هني بتواصل دائم مع السلطات اللبنانية، منا شيء جديد. ولكن أنا أعتقد، وهذا رأي يعني منه يعني مبني على مؤشرات معينة أنا كونته لإلي، حتى ما يكون يعتبر أنه هذا شيء رسمي. أنا أعتقد أنه صندوق النقد بعقله بيعتبر
انه البلوكاج اللي معمول على الاصلاحات، على اعاده هيكله القطاع المصرفي، الكابيتال كنترول وغيرهم، هن تعقيدات سياسيه اكثر. يعني اذا بنلاحظ انه الحكومه عم تاخذ مواقف صندوق النقد الدولي وعم تستخدمها بالسياسه الداخليه، بس تحط مشروع قانون بتقول هذا طلب صندوق النقد. هلا هو في صحيح عنده مطالب صندوق النقد الدولي، بس مش بالطريقه اللي عم تنعرض، يعني عم بيتم تحريفها الى حد معين. انا بعتقد وجه لهم رساله واضحه، قال لهم فيها بالحرف الواحد انه انتم يا جماعه هذا الامر يعني ما فيكم تربطوه بالسياسه، لانه انتم رايحين على مهوار. بقى انتبهوا شو بتكون شو عم تعملوا. في عدد معين من الاصلاحات وخصوصا مع التدهور اللي حاصل، يعني فيكم انكم تقدروا تعملوا اصلاحات. هلا اعتقد التوقيت بالتحديد هو مرتبط بازمه غزه، بالحرب بغزه والعدوان على غزه، يعني استطرادا على لبنان. انا اعتقد انه عم بيحذرهم من التداعيات الكارثيه لسيناريو حرب مفتوحه في الوقت، ويعني ممتده اكثر على الاراضي اللبنانيه. هذا الامر هني بحاجه ساعتها لمساعده ماليه من قبل صندوق النقد الدولي، يلي قال لهم نحن ما راح نعطيكم مصاري الا اذا قمتوا بهالاصلاحات. لذلك انا ما بعطيها بعد بالتوقيت الا علاقتها بما يحصل بجنوب لبنان وبغزه. طيب برايك هل في افق لهذه الاصلاحات بروفيسور؟ الأمر أنه نحن ملوك التعطيل بلبنان، نحن ملوك في التعطيل. يعني منلاحظ أنه ما في شيء بلبنان بيمرق إلا ما بيربطوا الشق الاقتصادي بالشق السياسي. صحيح في ارتباط عضوي بحكم أنه في حصرية للقرار الاقتصادي العام بإيد الحكومة، ولكن أنه الأحزاب أو القوى السياسية يعني مثل ما بقولوا استمعنت بسياسة التعطيل. لذلك أنا أعتقد أنه اليوم كل الشعوب شو ما كانت تكون، أو بالأحرى كل الأطراف، الفئات اللبنانية، جماهير الأحزاب والقوى، عم تتعذب، عم بتعاني من اللي عم بيصير. لذلك أنا بعتقد أنه يعني ممكن أنهم يقدروا يتفقوا على مينيموم من الإصلاحات الهيكلية اللي طلبها صندوق النقد الدولي حتى نقدر نخلص من هالأزمة. واليوم الرأي العام متحضر، يعني صار في مثل ما بقولوا تحضير حقيقي لحتى يتقبل هالإصلاحات، حتى لو كانت إصلاحات مثل ما كانوا يستخدموا الكلمة موجعة. ولكن في إصلاح لا يمكن أنه يمرق ويكون نعم بروفيسور، يبدو أنه انقطع الخط مع البروفيسور جاسم عجاء، ولكن طبعا وصلنا كل المعلومات والأجوبة المطلوبة. شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاء.